اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إخواني الأعزاء، هذا المبلغ اللي أمامنا هو 708,000، 708,000، يعني ما يقارب 600 دولار. راح نسلمه إلى عائلة الأيتام المتعففة، عائلة أيتام هاشمية متكونة من 7 أشخاص، البيت اللي قاعدين بيه أجار. أبوهم مات بمرض خبيث اللي هو مرض سرطان، وظلت العائلة المسكينة. شوف مبردة ما كان عندهم، جبنا لهم مبردة، مروحة ماكو، الوضعية كلش تعبانة. فراح نسلم هذا المبلغ إن شاء الله إلى عائلة الأيتام المتعففة، عائلة بدون راتب. شلون بابا؟ السلام عليكم. يا الله العلوية وينها؟ يا الله اللهم صل على محمد. السلام عليكم، شلونك بابا؟ اريدك تحسب لي هذا المبلغ، تعرف تحسب؟ خلنا نحسبه انا وياك. اوقف، شوف كل 400، شوف تعرف تحسبهن؟ يلا هذا ايش قد صار يمك؟ هاي 100، هاي 100 مو؟ هاي 100 الثانية شوية بابا منا شوية، هاي 100 الثانية احسبها احسبها، شوف تأكد، هاي 100 الثانية. وقف خلي اشعل لك الضوء، اعلق لك الضوء. اي اي هاي 250، هاي 300 350، هاي 400، هاي 450، 450، هاي 500، هاي 550، هاي 600، صحيح؟ 600، وهاي 100,000. سيبها نشوف، تأكد 4 مو؟ هاي 100,000، 100,000، 705، وذني 3,000، 708، صحيح؟ يلا قرأ الفاتحة الأموات المتبرع. عليكم السلام علوية، الله يحفظك، الله يديمك إن شاء الله، احنا متواصلين وياكم. أقرأ الفاتحة الأموات المتبرع.